ان شاء الله هنوصل. الستات مش عايزه تتحرك. يا عم انت همكت والله. يا يا مجنون الحمد لله بتحرك بيني جو خمسه فرقده. لا اتاكل لو اني شعر. شايفين احنا كم مشترك؟ اهو هجيب عمر ونجيب الحاجه اللي هنحتفل بيها. هنظبط الزريبه دي بقى ان شاء الله عشان اما نيجي نصور يبقى المكان كويس. جبنا الجاتو اهو وهنروح لياسين ويوسف دلوقتي ولسه هنجيب بقيه الحاجات بقى اللي هنحتفل بيها والدنيا دي. على فكره ياسين ويوسف حلمهم اللي احنا نوصل ل 100,000 مشترك ولسه ما عرفوش لحد دلوقتي اللي احنا خلاص فاضل لنا اقل من 600 تقريبا ونوصل لل 100,000 مشترك. هروح وافاجئهم دلوقتي واقول لهم اللي احنا خلاص هنوصل ونجيب بقيه الحاجه ونحتفل ان شاء الله. جينا المكان اهو هنجيب منه الحاجات كلها ان شاء الله وممكن نروح الفرع الثاني بتاعهم. هنجيب صفرين عشان ما لقيناش واحد نفس اللون فضي تمام. وهنجيب كيسين بلالين ونجيب واحد ماشي اسمر وفي ابيض من هنا. تصدق نسينا ما نشوفش ابيض. ابيض اه ابيض اه ابيض اه. هنجيب واحد اسمر وواحد ابيض. عسى الكيس ده ناقص شويه هناخد الكيس ده ما علينا والحوار غير. في تاني هناخد واحد من ده تمام. وهنجيب بقيه الحاجه لسه. وهنجيب الشوك بتاع التورته اللي احنا جايبينها هناك الصبح. ياسين ويوسف هيموتوا واكلوه. هنجيب من هنا الكيه تمام. هنجيب الواحد اه وجبنا الكيه. هنجيب صفرين كمان. صفرين ادي صفر وادي صفر كمان. ما نروح بقى ننفخه من هناك ونعمل ببقنا بقى اه هندمر الدنيا هناك اول ما نروح ان شاء الله. في حاجه تانية يا ابني ناقصنا. انا عايز اجرب البتاع ده بس بتاع الخيط ده نجيبه خلاص نجربه. تعالى هنجرب ده بيقولوا بيغش خيط. انا عمري ما شفته بصراحه بس هنجربه في الفيديو دوت معاكم ان شاء الله. يبقى نجيب ياسين ويوسف مره هنا يختاروا دبدوب من الدباديب دي هيختاروا الكبير يعملوا نطاطا البند اللي فوق ده. انا عارف ان دماغهم دي عامله ازاي. هنجهز الحاجات جاهزين يا رجاله؟ شايفين جهزنا المكان اهو جهزنا كل حاجه في المكان باقي بس نوصل ل 100,000 مشترك. شايفين اهو بلالين وحروف وفرقعه وتلج وبص مكلفين خالص على الاخر. دلوقتي بقى 86 بقى 86 واحد فاضل لنا كتير قوي. لو انت ما اشتركتش روح اشترك بقى او اشترك يلا. ايه ده يا رجاله؟ يا رجاله ده جاهزين جاهزين ان شاء الله هنوصل. ايوه قوم كده بس ما تنامليش. جاهزين يا رجاله؟ ايه ده يا رجاله؟ جاهزين. ده الرقم ده طول قوي واحنا مش هنوصل النهارده ولا ايه؟ لا ما ينفعش ده احنا صارفين. الله الله لا بس لا تفرقع. احنا لازم نوصل. ايوه لازم هنوصل النهارده. احنا هنوصل النهارده. انتوا مصدقين ان احنا هنوصل ل 100,000 مشترك قبل نهايه السنه؟ على فكره يا جدعان سبحان الله املي في ربنا كبير وما اخافش ابدا لاني سبحان الله كان عندي امل ان احنا نوصل قبل نهايه السنه وان شاء الله نوصل. انت مش عايزه تتحرك يا ابني؟ ايه ده؟ لا 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 بقول لك ايه اصلح حالك يا عم الحاج. ايه؟ لا انا لسه بقول لك ان شاء الله نوصل ما تقلقوش يعني مهما طال الوقت انا اعدي ان شاء الله. احنا جاهزين لفرقعه؟ قوم جاي مفرقع في وشك كده على طول يا يوسف. ده انا بص تعالوا لي امسك. انت هتمسك دي؟ انا لا انا همسك دي. ماشي هتمسك غصب. يا ابني الستات مش عايزه تتحرك. ايه ده؟ لا ايه ده؟ ايه ده بجد يا جدعان ال 86 مش عايزه تتحرك؟ ده الناس بتعرف الميات والميتينات مره واحده يا ابني والالوفات يا ابني. يا عم انت همكت. ماشي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني لا لا يابا انت معنج ولا ايه؟ لا فوق كده يا عم. اليماني صار اليماني صار. شايفين؟ فضلنا يا جدعان ماشيين في خط مستقيم في خط مستقيم لحد ما جينا هنا اهو. قمنا سبحان الله جت من عند ربنا عامل خط بغليف ده طالع شباب ما انتوا شايفين كده. على اخر يومين في السنه. على اخر يومين في السنه. اخر يومين في السنه. وبعدين يا جدعان ايه؟ يلا يا جدعان. لا يا اسطى شكلنا مش هنوصل. احنا وشنا فقر. يلا يلا لا انت مش هتعمل؟ انت اللي ما عملتش هرش على الخيط. قول لا لا قول اشكر الناس بقى اشكر الناس. انت مصدق يا اسطى ان احنا هنوصل ل 100,000 مشترك؟ انا مصدق. انا مصدق. انا مصدق. هنجيب الدرع ال 100,000 يا رجاله. ما تضحك يا عم الحاج فوزي. خلاص بقى سيبه. احنا غينا على نفسنا تقريبا عيننا جابتنا الارض سابتنا. بعدين بقى يا جدعان عايزين نفرقع البتاع. امسك دي. هتفرقع منين دي؟ لا سيب لنا دي خد لك دي خد دي. لا هات لي دي. لا سيبها في الاخر دي عشان دي بتطلع خيط يا جدعان هنشوفها. يا اسطى الرقم ثابت يا اسطى. يا اسطى لسه ما وصلناش. ماشي بس بطل رغي. اسكت بقى بطل رغي. هاخد لك شويه. خلاص لا 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 استنى يا عم ده بتاع ال 100,000 يا عم. ولا ده في واحده كمان اهي.
مش خساره فيكو، على الطلبات ما خساره فيكو. هنوصل ان شاء الله يا اسطى، شكلنا مش هنوصل يا اسطى. انا خلاص ان شاء الله ان شاء الله هنوصل النهارده، هنوصل النهارده ان شاء الله. انا وصلنا 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 ده هاب و اديهم حبل، اديهم ولا ولا يشوف بقى كله حبل. تعالى هنا ولا احنا كلنا بقينا احبال ولا يمشي. خد انا فشك يا هلا. تعال ولا يوسف يا سيفا بقى كل حامل يا عم يا مش الحمل ده شويه. خد يا اسطى انا كنت خلاص فقدت الامل. هو في احنا وقفنا عند ال 100,000 ولا ايه؟ لا لا مش هينفع. احنا وقفنا 100,000 زادوا زادوا زادوا. الحمد لله في امل ان احنا نوصل اكتر من 100,000. محدش يلغي الاشتراك بقى فعل الجرس. لسه بقى اهم حاجه سيف دي للثانيه تورته بقى. نسيب دي بقى للتورته، دي للتورته. طب افتح لي دي. لا سيب دي، ده احنا هنعمل بيها حركه حالا، هنخربها، هنكتب 100,000 على الحيطه ووشك بقى. انت عارف هنعمل ايه؟ 103 مين يزود؟ 103 104 مين يزود؟ مين يزود؟ 5 فرقعه ده ماشي. لو جبت 5 فرقعه ده شكلها مش هتيجي يا اسطى. البتاع ده ضدنا يا اسطى. ايه فرقع 105 فرقع 105 هي فرقع دي 105 105 106 طيب 106 قول 105. اوه يلا يا جدعان عندنا مفاجأة ليكوا. عمل لكم بقى سينو يوسف بس 107 بس اسكت لك على الوضع الله يخرب بيتك. يلا عشان تفتح يا سينو يوسف هيفتحوا 107 يا اسطى 107. خلاص بقى ما تخشيش البتاع ده عشان ما بص التوت ده. انا عدينا من 100,000 انا هفتح الشمعه، انا هفتح الشمعه. يلا هنحط ال 100,000 اهو نولع. ال 100,000 اللي لقيناه بقى يا جدعان كدوت ما لقيناش كده زي دوت، فحاجه على ما اوصم كده بقى. دورنا في السوق وقلبناه مفيش. ماشي هنبدا من هنا. هنا والصفر هنا. قطع عليها شويه لسه في كام؟ فين الصفر؟ ناقص الصفر. الصفر انا اللي كنت مخبيها في السلام. انت اللي كنت مخبيها؟ يا هاجر اللي كانت مخبيها ومش عايزه تقول لنا. على هاجر كده يا هاجر. ليه يا هاجر؟ كده انت عيال كالحين. احنا عيال كالحين. طب مش هنأكلك يا هاجر من الجاتو يا هاجر؟ لا هتأكلك. مش هنأكلك يا هاجر. حرف الكا والتعبان. معلش يا جدعان ما لقيناش، دورنا في السوق كله وقلبناه ما لقيناش خالص. يا خرابي او كي كسر كمان كي تعبان قوي. يلا مش مهم اي حاجه يمشي الشغل بس ما بيلزقش في التوت. ولع بقى ال 100,000 هنولعهم اهو. ولع اهو اول واحد. ايه يا رجال اول واحد ولع. على فكره يا جدعان يلا. على فكره مش صعب توصل ل 100,000 مشترك. هي بتبدا بمشترك بعد كده يجيبوا الصفرين ده. تويو يلا انا عملت كده في الساعه 3 الدنيا ولا طلع في الدنيا كلها. عايزين نفرقع ده بس مش هينفع. التومطه ماشي هنفرقعه تحت ده. بس يا بنت بس يا بنت يا غبي عليكم العب جاتو جاتو. لو انه شعر اديهم اديني شويه يا اسطى حبيبي يا اسطى. وصلنا ل 100,000 مشترك. يلا يا رجاله بص 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 تعالى بس يا انا انطفي بس من غير ما انطف. مش عايزه تقول هي هي وشها حلو. يلا المليون المليون ان شاء الله يا جدعان. اشتركوا في القناه عشان نوصل للمليون. واحلى توتة لاحلى جمهور. استنى بقى ياسين هيقول ايه للجمهور. قول يا ياسين يلا. هتقول ايه للجمهور؟ عايزين نوصل مليون. عايزين نوصل للمليون. فلو انت ما اشتركتش ليه في القناه اشترك. واحلى لحظه للجمهور اللي زي العسل يا ناس يا عسل. واحلى لسعه احلى لسعه احلى لسعه مظبوطه. عرفتوا كنا عينين الازازه دي ليه؟ ليه؟ هقول لكم حالا اهو. بسم الله عامل واحد ليها بتاع شرط اهو 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 اهو. ايه رايكم يا رجاله؟
ده يلا كل واحد يجيب ايده يلا كل واحد يجيب ايده يلا بسم الله يلا بسم الله بسم الله يلا اللي بعده اللي بعد خدها اهو اهو يا خدها اهو يلا صوت من كمان يلا يلا يا عم يوسف هنكتب صوت خلاص بقى رجال يلا سلامت البتاع يا حوار يلا صوت يلا 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 بسرعه يلا رجاله ولع يالا يلا ولع يالا الكه ولا يلا والكه ماما حط اليوسف حب ايوه عرفت كل عيننا ليه اقري بقى حرف الاس الوكيل بتاعنا اهو يا عم يوسف يا عم وفاء يا عم حط لي حط اه رجاله هدن هدن ياسين اللي هيعمله اهو ياسين عمل حرف الاس اهو ومبروك يا رجاله علينا كل اللي احنا وصلنا له دوت كان بفضل ربنا بعد كده بفضل كل اخ واخت اشتركوا في القناه ودعمونا من البدايه خالص وصلنا في سنه واحده اكتر من 86,000 مشترك وفي 3 سنين قعدنا عشان نوصل ل 6,000 مشترك 3 سنين انت متخيل وكانت قصه ممتعه جدا وكنت متوقعش جدا ان احنا نوصل لكده قبل نهايه السنه وكنت خلاص فقدت الامل وجالي مرض وجالي تعب وقلت فلوس وكانت خلاص الدنيا عملت كده بالنسبه لي واللي هي مش هتتفك ولا هتتحل خالص ولكن ربنا رزق بقى ربنا رزق وما كسرش بنفسي وجبر بخاطري فعلا وكان املي في ربنا كبير وكان عندي امل ان احنا نوصل هكسرها اهي وكان عندي امل كبير ان احنا نوصل والحمد لله وصلنا لكل دوت بعد كده شكرا لياسين ويوسف اللي الناس اللي تعبت معانا هم من اكتر الناس اللي تعبوا معانا السنه دي ودوت وهجر والعيال كلهم دمت واكتر واحد والمفاجاه الجوبه ابو العمامير كله عشان ياسين ويوسف وقبل رب السنه الجايه في نفس الوقت نكون وصلنا للمليون ان شاء الله نوصل لهم باذن الله صح يا رجاله حلم جديد ولا رجاله لا احنا اللي نوصله ولا ياسين ويوسف اللي يتوصلوه هتوصلوه ولا مش هتوصلوه هنوصل لكام بقى 100,000 100,000 احنا وصلنا ل 100,000 عايزين بقى مليون 1,000 يا نهار ابيض عايزين الايه المليون مليون عارف يعني مليون كام يعني واحد وجنبه 6 صفار عايزين مليون 6 صفار 6 صفار عايزين مليون يا جدعان منتظرينكم في المليون ان شاء الله وشكر خاص لعمر 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 كل اللي كلمني على الانستجرام وشارك في المسابقه كسب طياره معانا فعلا وهنديها لحد باب البيت ولكن الناس اللي كتبت اساميها بس وما كلمتنيش على الانستجرام للاسف هديهم طاقات ازاي ولا انا اعرف عنوانهم ولا مكانهم ولا رقم تليفونهم فانا هتواصل معاهم ازاي ولا كلموني حتى على الانستجرام عشان اعرف المعلومات دي منهم ولكن الناس اي حد كلمني على الانستجرام فهو كسب طياره وهنبعتها له وهنبدا نبعت من الشهر الجاي لحد باب البيت ان شاء الله خلاص يا رجاله ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه لو عجبكم الفيديو مبروك سلام كله اتعكوا يا عمر حد يا عمر عارفين يا رجاله احنا بنحتفل ليه؟ سلام